أهلا ومرحبا بكم أعزائي الطلاب في حلقة جديدة من حلقات الفيزياء الهندسية، وهي الحلقة 11. في هذه الحلقة سوف نتحدث عن مصادر المجالات المغناطيسية والماجنتيك فيلد أوف كارنت إن وايرز، بمعنى المجال المغناطيسي لتيار يمر في سلك ما. في نهاية هذه الحلقة سوف يكون الطالب قادرا على الآتي: شرح مفهوم قانون بايوت سافرت، والذي يتحدث عن المجال المغناطيسي حول سلك يمر فيه تيار كهربائي، وكذلك القانون الذي قام باكتشافه بايوت آن سافرت. أيضا سوف يكون الطالب قادرا على توضيح وشرح القوة ما بين سلكين يمر فيهما تيار كهربائي والقوانين المتعلقة بذلك. أيضا سيتعرف الطالب ويشرح قانون أمبير، وهو قانون ينص على معرفة المجال المغناطيسي حول سلك مستقيم يمر فيه تيار كهربائي. وكذلك سوف يشرح الطالب مفهوم السولونويدز والترويد، وهما أداتان مهمتان في التطبيقات الهندسية، وكذلك القوانين المتعلقة بهاتين الأداتين. أخيرا سيكون الطالب قادرا على حل المسائل المتعلقة بالمجال المغناطيسي للتيار يمر في سلك ما. في البداية، في عام 1819 لاحظ أورستيد أن الإبرة المغناطيسية أو ما يسمى بالبوصلة إذا وضعت بالقرب من سلك يمر فيه تيار كهربائي فإن هذه الإبرة سوف تنحرف، ومن هنا نشأت فكرة دراسة سبب هذا الانحراف وهو ما يعرف بالمجال المغناطيسي. ثم في عام 1920 قام بايوت آن سافرت بدراسة هذا المجال المغناطيسي وتحديد القوانين اللازمة لهذا المجال، واستنتاج قانون مهم جدا جدا لهذا المجال المغناطيسي الذي يكون حول السلك الذي يمر فيه تيار كهربائي. سوف نناقش هذا المجال المغناطيسي والقوانين المتعلقة بذلك. كما نشاهد أمامنا، إذا كان لدي سلك وهذا السلك يمر فيه تيار كهربائي ولدي قطاع معين من هذا السلك، هذا القطاع المعين كما نشاهده نرمز له بالرمز DS، ونريد حساب المجال المغناطيسي حول هذا السلك أو ما يسمى DB كما هو موضح هنا. فلحساب هذا المجال المغناطيسي لدي عدة محددات حتى نقوم باستنتاج القانون الذي أشار إليه بايوت آن سافرت. لدي المجال المغناطيسي، ولدي قطاع معين أو طول معين من السلك، ولدي R وهي المسافة ما بين السلك والنقطة المراد حساب المجال المغناطيسي عندها، ولدي كذلك التيار الذي يمر في هذا السلك، وأخيرا الزاوية ما بين هذا الطول المعين من السلك والR كما هو موضح أمامنا في الشكل. وللبدء في استنتاج القانون لدي بعض المحددات، وهي كالتالي: المجال المغناطيسي حول السلك يكون عادة متعامدا على القطاع المعين من السلك أو الطول المعين من السلك. ثانيا، هذا المجال المغناطيسي أيضا متعامدا على R وهي المسافة ما بين طول السلك والمجال المغناطيسي. ثالثا، المجال المغناطيسي حول هذا السلك يتناسب تناسبا عكسيا مع الطول R، وهذا الطول بمعنى أن هذا الطول إذا زاد فإن قيمة المجال المغناطيسي سوف تقل، وإذا قل هذا الطول فإن المجال المغناطيسي حول هذا السلك سوف يزيد. إذن التناسب ما بين المسافة ما بين مسافة السلك أو طول السلك والنقطة المراد حساب المجال
المجال المغناطيسي حول السلك يكون تناسبا عكسيا، ويكون هذا التناسب طرديا ما بين المجال المغناطيسي والتيار الذي يمر في هذا السلك، أي كلما زاد التيار كلما كان المجال المغناطيسي حول هذا السلك كبير. أيضا يتناسب طرديا المجال المغناطيسي حول السلك مع طول هذا السلك، وأخيرا يتناسب طرديا مع الزاوية التي تكون ما بين طول السلك والآر، وهي المسافة التي تفصل طول السلك مع النقطة المراد حساب المجال المغناطيسي عندها. من هذه المحددات بإمكاننا أن نضعها بشكل قانون بهذا الشكل كما هو ملاحظ أمامنا. المجال المغناطيسي يكون يتناسب تناسبا طرديا مع قيمة التيار وطول هذا السلك، وعكسيا مع مربع المسافة. ولتحويل هذا التناسب إلى ثابت بإمكاني أن أقول بأن هذا الثابت يكون مساوي للسماحية أو سماحية الفراغ على 4π، ومعروف قيمة هذا الميو نوت أو سماحية الفراغ، وهي مساوية ل 4π في 10 أس سالب 7. إذن أصبح لدي قانون واضح وجلي أستطيع من خلاله حساب المجال المغناطيسي حول أي سلك يمر فيه تيار كهربائي، وهو ما افترضه بايوت أند سافرت. الآن نشاهد هذا القانون بشكل واضح وجلي. أصبح شكل القانون كما أشرنا إليه سلفا بهذه الطريقة، وقيمة الميو معروفة ومحسوبة وهي سماحية الفراغ. بإمكاني أن أخذ التكامل للطرفين ويصبح البي المجال المغناطيسي حول هذا السلك مساويا لهذا القانون المشار الذي نشير إليه الآن، وهو الميو في الآي على 4π في تكامل الدي اس على آر سكوير. وكما أشرنا إلى محددات القانون أو البارامترز التي حددت هذا القانون، والدي اس هي عبارة عن المسافة أو الطول المراد حساب المجال المغناطيسي حوله، والدي بي أو البي هي عبارة عن المجال المغناطيسي، والآر هي المسافة ما بين المجال المغناطيسي وهذا الطول، والزاوية ثيتا هي ما بين الآر والدي اس، والآي هي عبارة عن التيار. نستطيع كتابة القانون بشكل نهائي فيصبح شكل القانون بهذا الشكل، وهو القانون لحساب أي مجال مغناطيسي حول سلك يمر فيه تيار كهربائي بناء على بايوت سافرت. إذا كان لدي الطول مستقيم أو سلك مستقيم، هنا حالة خاصة، استطاع بايوت أند سافرت أيضا أن يحسبان القانون الذي يحدد المجال المغناطيسي حول سلك مستقيم straight wire. فالمجال المغناطيسي يساوي ب السماحية الميو مضروبة في الآي مقسومة على 2πr. فإذا أردت أن أحسب المجال المغناطيسي حول أي نقطة حول هذا السلك، ما علي إلا أن أحسب قيمة التيار وأقسم على R، وهي المسافة ما بين مركز السلك والنقطة المراد حساب المجال المغناطيسي عندها. هذه الفرضية أيضا استطاع أن يستنتجها ويثبتها العالم أمبير، وهو سنشاهده في الفقرة التالية. هنا قبل أن نصل إلى أمبير، نشير القانون الذي حددته بايوت أند سافرت، وهو ينص على أن المجال المغناطيسي لسلك مستقيم يكون مساويا لقيمة التيار مضروبا في الميو نوت أي سماحة الفراغ مقسوما على 2πr، مقسوما على 2πr، وR هي المسافة من مركز السلك إلى النقطة المراد حساب المجال المغناطيسي حولها. نشير إلى هذا المثال، وهو مثال جميل جدا، من خلاله نستطيع أن نحسب القوة المؤثرة على شحنة مرت بالقرب من سلك. وماذا يعني مرور شحنة بالقرب من سلك وهذا السلك يمر فيه تيار كهربائي؟ طبعا التيار الكهربائي في السلك يولد مجال مغناطيسي، وبالتالي إذا مرت شحنة مسرعة بالقرب من هذا السلك سوف تتأثر بالقانون الذي درسناه سابقا، وهو القوة المؤثرة على شحنة في مجال مغناطيسي. ولحساب هذه القوة من خلال القانون الذي درسناه سابقا، القوة المؤثرة لشحنة مرت في مجال مغناطيسي تساوي قيمة
هذه الشحنة في سرعة هذه الشحنة في المجال المغناطيسي التي مرت فيه هذه الشحنة في ساين الزاوية كما أشرنا إليه في حلقات سابقة. وشكل القانون النهائي كيو في الفي في البي على افتراض أن الشحنة الزاوية ما بين سرعة الشحنة والمجال المغناطيسي مساوية 90 درجة. مفتاح هذا المثال هو حساب المجال المغناطيسي. لماذا؟ لأن الشحنة معلومة كما هي موجودة في المثال قيمتها 6.5 ميكرو كولوم، والسرعة أيضا معلومة لدينا 280 متر على الثانية، والبي مجهولة وهي المجال المغناطيسي حول هذا السلك. ولحساب المجال المغناطيسي من خلال القانون الذي افترضه بايوتون، سافرت ميو اي مقسوم على 2 باي ار. الاي معلومة لدينا وهو التيار المار في السلك 3 امبير، والتو باي معلومة، والار ايضا موجود ومعلوم في المسألة وهو مشار اليه في المسافة المراد المسافة التي مرت من عندها وهي فاصل 0.5 متر. فالمسافة معلومة والتيار معلوم، وبالتالي أستطيع أن أحسب المجال، وإذا حسبت المجال وعوض في هذا القانون فأصل إلى قيمة القوة التي أثرت على هذه الشحنة التي مرت بجوار سلك ما، وهذا السلك يمر فيه تيار كهربائي. هذا هو الحل كما نشاهده أمامنا. هذه القوة هي عبارة عن قيمة الشحنة مضروبة في السرعة مضروبة في البي الذي حسبناها من بايوت أنسافرت، وهي عبارة عن الميو القيمة الثابت الميو أو ثابت سماحية الفراغ في الآي وهو التيار مقسوما على آر المسافة التي مرت منه الشحنة حول هذا السلك، ومباشرة نحصل على قيمة هذه القوة بالنيوتن. الفقرة الثانية التي سنتحدث عنها في هذا الدرس وهو ماذا لو كان لدي سلكين متجاورين، ما هي القوة المتبادلة بين هذين السلكين. فالسلك الأول على سبيل المثال باللون الأزرق سيولد مجال مغناطيسي. هذا المجال المغناطيسي سيؤثر على هذا السلك الآخر الموجود باللون البرتقالي وسيؤثر عليه بقوة ما. لماذا؟ لأن هذا السلك يمر فيه تيار، ودرسنا سابقا إذا مر تيار في سلك وهذا السلك موجود في مجال مغناطيسي فإن قوة ما سوف تؤثر على هذا السلك الذي يمر فيه التيار، وهو ما هو حاصل أمامنا الآن. فهنا قوة سوف تؤثر على هذا السلك ذو اللون البرتقالي نظرا للمجال المغناطيسي للسلك الأول ذو اللون الأزرق، وبتطبيق قاعدة اليد اليمنى سوف ينجذب السلك ذو اللون البرتقالي في هذا الاتجاه المشار إليه باللون الأزرق. وقانون هذا القوة كما درسناه سابقا هو قيمة التيار أي تيار السلك البرتقالي مضروبا في طول السلك مضروبا في البي المجال المغناطيسي للسلك الأزرق. وبالتالي إذا مر تيار في سلك ما وكان بجواره سلك آخر يمر فيه التيار فهناك قوة سوف تؤثر على السلك أحد السلكين أو كلا السلكين سوف يؤثران على بعضهم البعض بقوة معينة. الآن لو افترضنا أن هذين السلكين يمر فيهما تيار في اتجاه متعاكسين فأين سيكون اتجاه القوة؟ سيكون اتجاه القوة إذا طبقنا قاعدة اليد اليمنى متعاكستين، وإذا كان التيار يمر في السلكين في نفس الاتجاه فإن القوة التي سوف تؤثر على هذين السلكين ستكون في نفس الاتجاه، أي أن السلك الأول سيؤثر على هذا السلك الثاني بقوة تجذبه نحوه، وكذلك السلك الثاني سوف يؤثر عليه بنفس القوة في نفس يجذبه أيضا نحوه، كما لو أشرنا إليه لو طبقنا قاعدة اليد اليمنى الذي درسناها سابقا. الآن سوف نحسب القانون الذي يحدد هذه القوة المؤثرة من سلك ما نفترض يمر فيه I2 على سلك يمر فيه I1. ما هي القوة التي سوف تؤثر على السلك I1؟ من خلال القانون الذي درسناه أن القوة المؤثرة على السلك I1 هي عبارة عن قيمة التيار I1
في طول اي 1 السلك الذي يمر فيه اي 1 في المجال المغناطيسي حول اي 1. المجال المغناطيسي الذي نشير إليه الآن وهو الذي حول اي 1 أو السلك الذي يمر فيه اي 1 هو المجال المغناطيسي للسلك الثاني الذي يمر فيه اي 2. ولحساب هذا المجال المغناطيسي من خلال بايوت أنسفرت، هذا هو قيمة المجال المغناطيسي للتيار أو السلك الذي يمر فيه التيار اي 2. مباشرة أقوم بتعويض قيمة البي 2 في هذا القانون لكي أحصل على القوة التي أثرت على السلك الذي يمر فيه التيار اي 1، فيظهر لي شكل القانون الذي يحدد القوة المؤثرة على السلك الذي يمر فيه التيار اي 1 نتيجة لوجوده بالقرب من سلك يمر فيه تيار اي 2. وقطعا التيار اي 2 لديه مجال مغناطيسي سميناه بي 2. إذن هذا هو القانون الذي يحدد القوة المؤثرة على سلك ما بجوار سلك آخر يمر في السلكين تيار كهربائي. نأخذ مثال، وهذا المثال مهم جدا وجميل لفهم هذه الفكرة، فكرة المجال المغناطيسي حول سلك يمر فيه تيار كهربائي. فإذا كان لدي ثلاثة أسلاك كما هي موضحة أمامنا، هذا التيار في هذا الاتجاه ومقداره 20 أمبير، والتيار في اتجاه المعاكس I2 ومقدار التيار 5 أمبير الذي يمر فيه، ولدي تيار آخر يمر في سلك ثالث في نفس اتجاه التيار الذي في السلك الأول ومقداره 10 أمبير، والمسافات موضحة أمامنا في المسألة. المطلوب إيجاد المجال المغناطيسي عند النقطة A والنقطة B والنقطة C والنقطة D. ففي البداية نقوم بحساب المجال المغناطيسي عند النقطة A. المجال المغناطيسي عند النقطة A هو عبارة عن مجال مغناطيسي بسبب السلك I1 الذي يمر فيه 10 أمبير، وكذلك المجال المغناطيسي بسبب السلك الثاني الذي يمر فيه I2، وكذلك المجال المغناطيسي الذي بسبب السلك الثالث الذي يمر فيه I3 20 أمبير. نقوم بحساب الثلاثة مجالات ونراعي قضية الاتجاه، بمعنى أن في السلك الثاني المجال المغناطيسي سيكون معاكسا للسلك الأول والسلك الثالث. لماذا؟ لأن اتجاه التيار منعكس في السلك الثاني. ولمعرفة اتجاه المجال المغناطيسي بتطبيق قاعدة اليد اليمنى الذي أشرنا إليها في دروس سابقة، فقلنا إذا أشرت بإبهامك إلى اتجاه التيار تكون أطراف الأصابع مشيرة إلى اتجاه المجال المغناطيسي. ثم نبدأ الآن بالحساب كما سنشاهد الآن. نقوم بحساب المجال المغناطيسي B1 بسبب السلك الأول I1 أو التيار الذي يمر في السلك الأول I1، وهو عبارة عن من قانون بايوت سافر، الميو في الآي مقسوم على 2 باي D1، فالتيار 10 أمبير والمسافة 0.1 بعد تحويلها إلى المتر، فيكون هذه هي قيمة المجال المغناطيسي بالتسلا. لحساب المجال المغناطيسي بسبب السلك الثاني والثالث بنفس الطريقة أقوم بتعويض التيار السلك الثاني وأحسب المسافة، المسافة 20 زائدا 10 30 أي 0.3، ومن ثم أستطيع الحصول على قيمة المجال بالتسلا. بالمثل أستطيع أن أحسب قيمة المجال المغناطيسي عند النقطة A بسبب السلك الأول الثالث الذي يمر فيه 20 أمبير 20 أمبير كما نشير الآن على 0.4 وهي المسافة 10 20 زائدا 10 40 سنتي أي 0.4 متر. وبالتالي لدي ثلاثة مجالات أقوم بجمعها مع مراعاة أن المجال الذي في المنتصف وهو مجال السلك الثاني أو I2 معاكس للمجال الأول والثالث، وبالتالي سيكون المجال الثاني 3.33 في 10 أس سالب 6 بإشارة معاكسة، ليظهر لنا كما سنشاهد الآن المجال المغناطيسي عند النقطة A مساويا للمجموع مع مراعاة أن الإشارة سالبة في المجال الناتج عن السلك الثاني، وسيظهر لي المجال النهائي بهذه القيمة في اتجاه
خارج الصفحة، لأن النقطة قلنا هو تشير إلى خارج الصفحة، والإكس يشير إلى داخل، أن المجال إلى داخل الصفحة. بالمثل أستطيع أن أحسب المجال المغناطيسي عند النقطة B المشار إليها في المسألة، وكذلك أستطيع أن أحسب المجال المغناطيسي عند النقطة C بنفس الطريقة، وكذلك عند النقطة D، مع مراعاة اتجاه المجال المغناطيسي من خلال تطبيق قاعدة اليد اليمنى كما أسلفنا. وسيظهر لنا جليا أن محصلة المجال عند كلا النقاط إما في اتجاه خارج الصفحة كما هو مشار هنا نقطة، أو داخل الصفحة كما هو مشار بعلامة X. هنا سوف نتطرق إلى قانون أمبير، وهو يتحدث بشكل مشابه لما تحدث له بايوت أنسافرت، ولكن قام بحساب المجال المغناطيسي حول سلك مستقيم بطريقة سهلة وبسيطة. وهذه الطريقة تنص على أن المجال المغناطيسي حول حلقة ما حول سلك يمر فيه تيار كهربائي تكون مساوية لقيمة الثابت أو ثابت الفراغ في التيار الذي يمر في هذا السلك. ولحساب هذا المجال المغناطيسي من خلال حساب التكامل الحلقي كما هو مشار إليه الآن، وبحساب التكامل الحلقي أستطيع أن أحسب قيمة المجال المغناطيسي عند أي نقطة حول السلك يمر فيه تيار كهربائي كما سنوضح في الفقرات اللاحقة. وهنا نقطة نريد أن نشير إليها، أن قانون أمبير الذي قام بحساب التكامل المغلق لحلقة ما حول سلك يشابه الحساب الذي قام به جاوس عندما حسب التكامل المغلق لسطح مقسم، واستطاع من خلاله حساب قيمة المجال الكهربائي، وقال بأن المجال الكهربائي في لحلقة لسطح مغلق يكون مساويا للكيو مقسوما على الميو نوت أو سماحة الفراغ. فأمبير بنفس الطريقة استطاع أن يحسب هذا المجال المغناطيسي، وقال أنه يساوي الميو مضروبا في الآي. فمن نوع هناك نوع من التشابه ما بين الفرضيتين، وهما فرضيتين سهلتا حساب المجال الكهربائي والمغناطيسي كما أشرنا إلى ذلك. الآن سوف نقوم بحساب المجال المغناطيسي لنقطة ما من خلال الإثبات. فلدي كما افترض أمبير السماحية مضروبة في الآي بتساوي لنا البي في 2 باي آر. 2 باي آر هي عبارة عن التكامل الحلقي لدائرة حول السلك. فإذا أردت أن أحسب التكامل لدائرة حول سلك ما هي عبارة عن 2 باي آر، وهي محيطة الدائرة، ومن خلال الطرف الذي نشاهده الطرف الأيمن لهذه العلاقة أستطيع أن أقول أن البي تساوي لنا الميو في الآي مقسوما على 2 باي آر، وهذا نفس الفرضية التي استنتجها بايوت أنسافرت. إذن أستطيع أن أحسب المجال المغناطيسي حول أي نقطة تبعد مسافة معينة حول السلك أي آر فقط بضرب الآي في الميو وأقسم على 2 باي آر كما هو موضح أمامنا. هنا سوف نتحدث عن المجال المغناطيسي لسلك ما يمر فيه تيار كهربائي، ونحسب المجال المغناطيسي خارج هذا السلك وداخل هذا السلك. فكما حسبنا في حلقات سابقة في الكهرباء الساكنة، المجال الكهربائي لشحنة أو لجسم ما مشحون داخل هذا الجسم المشحون، أو المجال الكهربائي خارج هذا الجسم المشحون، بنفس الطريقة سوف نقوم بهذا الحساب. فلحساب المجال المغناطيسي حول هذا السلك كما نشاهد الآن من خلال تطبيق القانون مباشرة، هو عبارة عن قيمة التيار مقسوما على 2 باي آر، وآر هي المسافة التي تبعد عن هذا أو مركز هذا السلك. فلحساب المجال المغناطيسي عند نقطة تبعد مسافة ما حول السلك بشكل سهل وبسيط أستطيع حسابها من خلال قانون أمبير. ولكن ماذا
لو أردت أن أحسب المجال المغناطيسي عند في نقطة داخل هذا السلك، فلحساب المجال المغناطيسي في نقطة داخل هذا السلك كما أشير إليها الآن كما نشاهد، المطلوب إيجاد التيار الكهربائي في هذه الدائرة الصغيرة، لأن التيار الكهربائي داخل الدائرة الصغيرة غير معلوم لدينا، لكن التيار الكهربائي في الدائرة الكبيرة للسلك الكلي معلوم لدينا. وللحساب ذلك أستطيع حسابه من خلال حساب نسبة المساحة للدائرة الصغيرة إلى نسبة مساحة الدائرة الكبيرة مضروبا في التيار الكلي، فمن هنا أستطيع أن أحصل على التيار الموجود أو الذي سوف يمر في المساحة الصغيرة كما سنشير إليه في هذه الفقرة. إذن لحساب التيار المار في الدائرة الصغيرة أقوم بحساب المساحة للدائرة الصغيرة وأقسم على المساحة للدائرة الكبيرة الذي يمر فيها التيار الكلي وأضرب في التيار الكلي، بمعنى أن التيار الكلي قمت بضربه بكسر، هذا الكسر هو عبارة عن نسبة مساحة الدائرة الصغيرة إلى الدائرة الكبيرة، وهنا أكون حصلت على التيار المار في الدائرة الصغيرة. وبذلك أستطيع أن أطبق القانون كما في الشريحة السابقة وأحصل على بي 2 باي آر من خلال التكامل، وأساويه بهذه بميو آي آر سكوير على آر كابيتال سكوير، آر سكوير سمور هو المسافة من هنا إلى هنا، وآي كابيتال المسافة من هنا إلى هنا كما هو مشار. ومن خلال حساب التيار وحساب المحيط الدائرة الصغيرة أستطيع أن أحصل على البي وهو المجال المغناطيسي في نقطة داخل هذا السلك كما أوضحنا وكما أشرنا إلى ذلك. إذن من خلال قانون أمبير استطعت أن أحسب المجال المغناطيسي حول السلك عند نقطة حول سلك ما والسلك يمر فيه تيار آي، أو أحسب المجال المغناطيسي داخل نقطة داخل هذا السلك كما أشرنا إلى ذلك. ويظهر لدينا إذا أردنا أن نحسب هذا الكلام أو نشير إليه بشكل جراف، هنا داخل السلك يكون المجال المغناطيسي يتزايد حتى نصل إلى حافة السلك، وإذا ما ابتعدنا حول السلك سوف يتناقص المجال المغناطيسي بناء على زيادة المسافة ويظهر لنا بهذا الشكل. في هذه الفقرة وهي الفقرة الأخيرة من هذا الدرس سوف نتحدث عن المجال المغناطيسي لما يعرف بالسولونويد والتورويد. السولونويد هو أداة مهمة نستخدمها في الهندسة بشكل كثير جدا، وهو عبارة عن ملف ملفوف بهذا الشكل، ونستطيع من خلاله تكوين مجال مغناطيسي أي قطب شمالي وقطب جنوبي. فيكون المجال المغناطيسي داخل السولونويد كثيف جدا، لأن كما نلاحظ اتجاه التيار في المنطقة الذي نشاهدها الآن والذي يمر فيها التيار كهربائي هنا من خلال السلك الملفوف، يكون اتجاه المجال المغناطيسي هنا موحد داخل هذا السولونويد. لكن في المنطقة الذي أشير إليها الآن بالماوس الجانبية يكون المجال المغناطيسي متعاكس، وبالتالي يكون ضعيف جدا المجال المغناطيسي حول السولونويد، ويكون المجال المغناطيسي داخل السولونويد قوي جدا جدا، بما يشكل لنا قطبين، قطب شمالي وقطب جنوبي. سنشاهد الآن كيف سوف نستنتج القانون الذي يشير إلى المجال المغناطيسي داخل هذا السولونويد. هذه أيضا الشريحة للتوضيح الأكثر. المجال المغناطيسي هنا يكون قوي جدا، والمجال المغناطيسي حول السولونويد يكون ضعيف جدا كما شرحنا وأسلفنا. وكلما طال السولونويد بمعنى عدد اللفات كان كبير جدا، زاد طول السولونويد، يكون المجال المغناطيسي المتشكل منتظم داخل هذا السولونويد، ويضعف المجال المغناطيسي حول السولونويد. فكلما أطلت اللفات كلما زاد انتظام المجال المغناطيسي، وكلما قللت هذه اللفات قل انتظام المجال المغناطيسي داخل هذا السولونويد.
هنا سنتطرق على هذه النقطة التي تثبت القانون قانون المجال المغناطيسي داخل السولونويد. فكما أشرنا داخل السولونويد يكون المجال المغناطيسي كبير جدا جدا، وقيمة هذا المجال المغناطيسي من خلال حساب من خلال قانون أمبير معذرة يكون في هذه النقطة، النقطة واحد، هذا القطاع قطاع واحد، بمعنى إذا أخذت قطاع مربع حول هذا السولونويد فالقطاع واحد يكون المجال أكبر ما يمكن ويساوي البي في الإل من خلال حساب التكامل. وعند النقطة 4 و2 يكون قيمة المجال المغناطيسي مساوية للصفر لأن الزاوية تكون 90، ومعروف لدينا أن الفلكس أو المجال المغناطيسي في حالة حسابه يخضع لمركبة الكوساين، وكوساين 90 يساوي صفر. فالنقطة 2 و4 المجال المغناطيسي يكون يكاد ينعدم ويكون مساوي للصفر. وعند النقطة 3 أيضا المجال المغناطيسي أصلا يكون ضعيف جدا وبالتالي يكون مساويا للصفر. إذن تصبح شكل العلاقة البي في الإل مساويا للميو في الآي، وهي العلاقة التي تحدد المجال المغناطيسي للسولونويد أو المجال المغناطيسي داخل السولونويد. وكما سنشاهد الآن جليا سوف نستطيع أن نحسب المجال المغناطيسي للسولونويد أو داخل هذا السولونويد، وهو يتكون من عدد من اللفات ويكون مساويا للبي في الإل يساوي الميو وهو السماحية في الإن مضروبا في الآي. والبي مباشرة أضعها موضع القانون ويكون لدي الإن على الإل وهو عبارة عن عدد اللفات في وحدة الطول. بإمكاني أن أعوض عن عدد اللفات في وحدة الطول وأقول بأنها مساوية للإن كنوع من التبسيط. يتشكل أمامنا الآن القانون الذي يحدد المجال المغناطيسي للسولونويد أو داخل السولونويد. هنا مثال بسيط، إذا كان لدي سولونويد لديه 100 لفة وطوله 40، والمطلوب هو حساب التيار الذي يمر في هذا السولونويد. فأقوم بحساب الN، والN كما أشرنا هو عبارة عن عدد اللفات بالنسبة لوحدة الطول. عدد اللفات موجود ووحدة الطول موجودة لدينا، فأكون قد حسبت الN والميو معلوم لدينا والبي معطى في المسألة وهي 1 تسلا، وبالتالي أستطيع أن أحسب قيمة التيار المار في هذا السولونويد والذي ولد مجال مغناطيسي مقداره 1 تسلا. هذا أيضا مثال آخر، ولكن المطلوب هو إيجاد المجال المغناطيسي داخل هذا أو عند مركز هذا السولونويد. من نفس القانون وبتطبيق مباشر لهذا القانون أقوم بحساب الN وهي عدد اللفات. عدد اللفات هنا مشار إليها كالتالي، لدي 5 باكت لايرز بمعنى 5 طبقات، وفي كل طبقة 850 لفة، بمعنى أن عدد اللفات كاملة 850 في 5. 850 في 5 هو عدد اللفات مقسومة على طول السلك المشار إليه والمعطى في المسألة وهو ما رمزنا إليه بالرمز N، والتيار أيضا معلوم لدينا I 5.5. ومباشرة بالتطبيق المباشر أستطيع أن أحسب المجال المغناطيسي الذي تشكل داخل هذا السولونويد. آخر فقرة في هذا الدرس هي عبارة عن التورويد، وهذا هو قانون التورويد، نستنتجه كما استنتجنا قانون السولونويد، وهو البي الميو في الN في الآي مقسوما على 2πr. فإذا أردت أن أحسب المجال المغناطيسي عند أي نقطة داخل هذا التورويد، والتورويد كما نشاهد هو يشابه للسولونويد ولكن مشكل بشكل حلقي، أي عبارة عن دائرة كأنه سولونويد مشكل بشكل دائرة ما. ولحساب المجال المغناطيسي عند نقطة داخل هذا أو هذا التورويد، ما علي أن أطبق القانون وأحسب قيمة التيار المار في التورويد، والآر هي المسافة من مركز التورويد إلى النقطة المراد حساب المجال المغناطيسي عندها. ففي هذا المثال سوف تتضح الصورة أكثر كما نشاهد الآن، لدي تورويد لديه 1000 لفة، وهذا التورويد لديه نص قطر 5 سنتيمتر،
النصف القطر الداخلي، أما نصف القطر الخارجي فمقداره 8 سنتيمتر، والمطلوب إيجاد المجال المغناطيسي عند نقطة في الوسط وهي تبعد مقدار 6 سنتيمتر، أي ما بين الأربعة الخمسة سنتيمتر والثمانية سنتيمتر. فللحساب هذا المجال المغناطيسي بالتطبيق المباشر للقانون، التيار وهو معلوم لدينا في المثال، والمسافة 6 سنتيمتر بعد أن نحولها إلى المتر، بالتالي يظهر أمامنا مباشرة قيمة المجال المغناطيسي عند النقطة داخل هذا التورويد تبعد من المركز مقدار 6 سنتيمتر كما أشار إليها هذا المثال. أخيرا لنخلص في هذا الدرس إلى عدة قوانين مهمة جدا جدا في حياتنا اليومية، وهي تحدد المجال المغناطيسي لسلك يمر حوله تيار أو يمر داخله تيار كهربائي. هذا المجال المغناطيسي كما أشار بايوت سافر تساوي لنا قيمة الميو أو ثابت مضروب في الآي في المسافة مقسوما على مربع، أقصد هنا المسافة أي طول السلك مقسوما على المسافة المطلوبة حساب المجال المغناطيسي عندها. وأيضا قاموا باستنتاج المجال المغناطيسي لطول معين أو لسلك ستريت بمعنى سلك مستقيم بهذا من خلال هذا القانون، وهو أيضا الاستنتاج الذي استنتجه العالم أمبير. وكذلك حسبنا القانون الذي يحدد القوة ما بين سلكين، وهذين السلكين يمر فيهما تيار كهربائي. وأخيرا قمنا بالتطرق لنظرية أمبير، وهي أيضا أشارت للمجال المغناطيسي حول السلك يمر فيه تيار كهربائي، واستخدمنا تطبيقين مهمين لهذه النظرية، نظرية أمبير، والتطبيق الأول هو تطبيق السولونويد، وحسبنا المجال المغناطيسي داخل هذا السولونويد، وكذلك المجال المغناطيسي داخل ما يعرف بالتورويد. في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكركم على حسن استماعكم، ولا تنسوا الواجب المنزلي المشار إليه في هذا السلايد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.